فنيا، فنيا انا قلت لك فرقه نادي الزمالك امبارح ربنا موفقها، اربع كور جابوا منها ثلاث اجوال. صح. الناحيه الثانيه عشان نيابه، شفت مروان محسن ازاي؟ كره مروان محسن بتحصل، حصلت قبل كده؟ بص يا استاذ احمد، انا قلت الكلام ده من قبل كاس العالم. ازاي ده يروح كاس عالم؟ انا ما بكلمش يعني انتوا لسه فايقين دلوقتي على مروان محسن. يعني انتوا لسه دلوقتي بتقولوا مروان محسن ده، انا بتكلم عليه من قبل ما يروح كاس عالم. نعم. قلت لهم ازاي ده يبقى راس حربة مصر؟ ده راجل يعني انا مش عايزين نخلص عليه اكتر ما هو خلص على نفسه امبارح بالكره دي، وهو هو مفكر نفسه ان هو كان تسلل. واخد بالك؟ بس برضه مش عايزين يعني نذبحه قوي بقى، يعني خلاص هو مش حكايه نذبحه قوي، كرة جايه له سهله في مكان سهل يقدر يجيب جون يخلص الكرة دي، ارتدت دخلت جون. والله ما غلطته. امال غلطت مين؟ الراجل اللي بيلاعبه، اللي مقتنع بيه، اللي جاب لك جلطه امبارح، انت ما جاتلكش جلطه بعد الكرة دي؟ ضغطك معلش؟ طبعا. السكر بتاع انت عندك سكر ولا لا؟ الحمد لله الحمد لله. طب وامسك الخشب، امسك الخشب. لو مروان لعب لك ماتشين تاني هيجي لك السكر. لا لا مروان مش هيلعب تاني. ما انا بقول لك اهو مش هيلعب تاني مروان. هو الجمهور مش حابب مروان خلاص من امبارح.